المجلس العلمي بإقليم بوزور ونيابة وزارة التربية الوطنية في نشاط فكري وفني احتفالا باليوم العالمي للأرض، محاضرة فكرية حول البيئة والإسلام والمدارس الإيكولوجية، ونشاط فني يرسم أفكار التلاميذ في المحافظة على البيئة، أنشطة يقربنا منها أكثر. محمد تروزي ومحمد مشنان في الروبرتاج التالي. طبقا لتعاليم الإسلام التي تسخر الإنسان في الأرض للمحافظة على الحياة البشرية وحماية البيئة واستعمال الموارد الطبيعية في إطار الاعتدال والحكمة، هذا الموضوع تحدث المشاركون في المحاضرة، كما قدمت عروض حول طرق المحافظة على البيئة داخل وخارج المؤسسات التعليمية ضمن ما يعرف ببرنامج المدارس الإيكولوجية. أملا بالتوجيهات الملكية السامية، الهدف من هذا النشاط هو أولا انفتاح المجلس المحلي على محيطه الخارجي، ثانيا تشجيع وتحفيز الناشئة على الإبداع والابتكار والخلق، الهدف الثالث هو تحسيس وتوعية الناشئة بالبيئة والمحافظة عليها. مشروع البيئة أو الميثاق الوطني للبيئة يندرج ضمن خصوصيات مشروع المؤسسة، ولجعل مؤسساتنا التربوية تضج بالنشاط والحيوية وضخ دماء جديدة من خلال أندية البيئة وتفعيل أدوار الحياة المدرسية، كان لابد من انخراطنا في المشروع الوطني المتعلق بالمدارس الإيكولوجية. من خلال العرض طرقنا للمبادئ الأساسية لتطوير الحياة المدرسية من المحافظة على البيئة، وكذلك تحسيس التلاميذ بدورهم على لمحافظة على وسطهم، وكذلك للانتقال بمعلوماتهم وبخبرتهم إلى صفوف الخارج المؤسسة في إطار انفتاح المؤسسة على محيطها. سلامتنا في سلامة بيئتنا، شعار للقاء المعرفي الذي تمحور حول اليوم العالمي للأرض، والذي عرف أيضا توقيع اتفاقية شراكة بين المجلس العلمي المحلي لإقليم بوجدور ونيابة وزارة التربية الوطنية بنفس الإقليم، كما تم توزيع جوائز على عدد من الفائزين في مسابقات متنوعة، كما أقيم أيضا نشاط فني في الرسم بمشاركة مجموعة من التلاميذ احتفالا دائما باليوم العالمي للأرض.